بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذو العنوان الدائم ذوات أفنان. لقاؤنا اليوم يحمل عنوانا قد يكون غريبا بعض الشيء، وهو عنوان زعمة العرب. نقول قبل أن نذكر بعضا من تلك المزاعم أن العرب أمة عاشوا في الصحراء، كانت لهم طبائع وتقاليد وأعراف يحتكمون إليها ويسيرون على منوالها، ذلك أنهم لم يكونوا من قبل أهل كتاب سماوي، فلم يكن هناك إرشاد معين ذو بال يفيئون إليه، وإنما كان مردهم إلى ثقافتهم وصحرائهم. تلك الثقافة الصحراوية آنذاك أملت عليهم أمورا فرضتها عليهم طبيعة حياتهم ومنشأهم، ارتبطت حياتهم ببعض الدواب، وارتبطت حياتهم كذلك ببعض ما قد خفي من الغول والجن والشياطين وأشباه ذلك. ألا ترى إلى قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ هذا يعطيك بعضا من تلك الثقافة التي كانت تفي إلى الصحراء بمجمل ما تعنيه كلمة الصحراء في ذلك الوقت. قطعوا الفيافي فسموها المفاوز من باب التفاؤل بالسلامة، ولهم مزاعم في هذا الشأن هي التي نحاول أن نجمع بعض شتاتها ونقدمها لك ثم نتدارسها بعض الشيء. تزعم العرب وكانوا يحبون الثأر ويجلونه أن المقتول إذا قتل تنشأ دابة يقال لها هامة، دويبة صغيرة تنشأ على قبره، فيقولون إن هذه الدودة أو الدويبة تقضي وقتا طويلا، بعضهم يحدد بسبعة أيام، بعضهم بأكثر بعضهم بأقل، وتقول أسقوني أسقوني أسقوني، ويسمونها هامة. ومعنى قولها أسقوني أسقوني أي أنها تطالب بالثأر من القاتل، ولذلك كانوا يعظمون الثأر أعظم تأثير وربما بالغوا به. وحتى هذا المبالغة في الطلب بالثأر هي التي جاء القرآن بقطع دابرها، يوم قال الله جل وعلا فلا يسرف في القتل أي لا يتجاوز ويقتل أكثر من واحد، لأن هذا كان شائعا ذائعا ضمن ثقافة العربي آنذاك. والمقصود أن الهامة عندهم دويبة صغيرة تنشأ على قبر المقتول، فما تزال تنادي، يقول قائلهم بعد أن ذكر ويحذر أحد الناس أن يسبه أضربك بالجزم، لأنها واقعة في جواب الطلب، أضربك حتى تقول الهامة اسقوني أي أجعلك في قبرك حتى إن تلك الدويبة تنشأ على قبرك وما تزال تنادي اسقوني اسقوني. النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه بعث ليهدم صروح الجاهلية، والله جل وعلا ذم الجاهلية كلها في القرآن، لكن عندما أقول ذم الجاهلية غير قولنا أنه ذم كل شيء عند العرب قبل الإسلام، هناك فرق. فالجاهلية ما نشأ على غير حق، على غير بيان وبرهان، وقال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، وقال حمية الجاهلية وذم الجاهلية في مواضع متفرقة، كما قال في حق خطاب أمهات المؤمنين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المقصود النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام مما أراد أن ينفيه من مما كانت العرب تصنعه، قال عليه الصلاة والسلام لا هامة ولا طيرة ولا صفر. فقوله عليه الصلاة والسلام لا هامة نفي لهذا المبدأ وهذا الشيء الذي كانت العرب تتنادى به وتزعم أنه موجود، وأن هناك من ينشأ حول القبر وينادي أسقوني أسقوني. فهذا من مزاعم العرب التي لا أصل لها، أملتها عليهم ثقافة الصحراء لا وحي السماء. مما تزعمه العرب أيضا أنهم يقولون إنه إذا كان هناك رجلان متباغضين، هذان الرجلان المتباغضان لو قدر أن يقتلا أو بتعبير أوضح أن يذبحا متجاورين، يقولون إن دم كل أحد منهما يذهب إلى منحى وإلى طريق
غير طريق دم الأول لما بينهما من التباغض والشحناء. يقول أحدهم اسمه علي بن بدال: لعمرك إنني وأبا رباح على زمن التكاشر منذ حيني. تكاشر يعني بيننا عداوة، على زمن التكاشر منذ حيني، إلى أن قال: فلو أن على جحر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. يقول: بيننا وبينه عداوة، أراه يراني دونه وأراه دوني، فلو أن على جحر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. لو أن أحدا من الناس أخذنا مجتمعين مقيدين ثم ذبحنا عند جحر لجرت دماؤنا بالخبر اليقين. هو لم يقل ما الخبر اليقين، لم يجب كيف جرت الدماء، لكنه يعتمد في فهم بيته الشعري على ثقافة العرب آنذاك. فالخبر اليقيني، الخبر اليقين عندهم أن كل دم سيذهب في منحى لما بينهما من العداوة. فهذا بعض ما كانت العرب تزعمه في جاهليتها، ولا أظن أن شاهدا من عقل ولا من نقل يقوم على هذا القول الذي قاله علي بن بدال، ووجد كذلك في شعر غيره. مما زعمته العرب أن العلاقة بين الجن والذئاب علاقة تضاد، فالعرب تعلم تسلط الذئاب على غنمها، وتعلم تسلط الجن عليها، والجن كانوا أقرب إلى حالات النار في الثقافة العربية السابقة. يقول شاعرهم: أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. فالعرب يعني تكاد تجزم أن للجن سلطانا وقوة، ولهذا أوردنا الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لكنهم يقولون إن الجن على قوتها تخشى الذئب، ويزعمون أن الذئب إذا نام، وهذا يمكن بالملاحظة إثباته، يفتح عينا ويغمض عينا. قالوا إن العين التي يفتحها بسببها وبسبب هذا اليقظان فيه تفر الجن منه، فيقولون في مدح الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. وهذه الثقافة الصحراوية، وإن كنا لا نعلم دليلا من القرآن والسنة ينفيها نصا، إلا أنهم بعض من يتخذ الرقية صنعة في زماننا، وقد رأيت هذا عند بعضهم، يأتي بجلد الذئب ويجعله معلقا على بيته، ويقول إن هذا يساعده في القراءة، لأن الجن إذا رأت جلد الذئب فرت. وقلت هذا الثقافة الإسلامية عموما لا يمكن أن تقبله، لأن الثقافة الإسلامية ما يتصل بالحياة لا تقبل فيه الغيبيات، اللهم إلا غيبا نص الشرع عليه وثبت قوله وثبت خبره عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هناك يطرح المرء عقله ويقبل النقل. أما في غير ذلك فالأصل تقديم العقل، لأن النقول لا بد أن تثبت أولا حتى تصدق، فنحن نؤخر العقل في تعاملنا مع النقل عن القرآن والسنة، ونقدم العقل في تعاملنا مع أخبار الناس وثقافتهم وحياتهم كما كانت العرب تزعم في جاهليتها. هذه الثقافة الصحراوية قلنا جعلت ورأت أن هناك علاقة تضاد ما بين الجن وبين الذئب، مع أن الذئب ليس بذاك في ثقافتهم، أي ليس بذاك القوة، وإن كانوا يرمزون إليه أو يصفون به الشخص القوي الشجاع، لكنه مع ذلك يوجد منهم من تسلط على الذئب وغلبه، مع أنه لا يوجد في ثقافتهم أن أحدا غلب الجن. هذا يقودنا حكاية الجن إلى زعم آخر تزعمه العرب. العرب تزعم أن هناك الغول، وبعضهم يقول إن العرب وإن قالت عن الغول والغيلان في ثقافتها إلا أنها تعني به الشيء غير الموجود. يقول شاعرهم: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد يصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فهو يقول أن الغول والعنقاء والخل الوفي إنما هي أشياء مستحيلة يسمع بها المرء لكنه لا يشاهدها ولا يراها، ولا يمكن أن تكون واقعا ملموسا، هذا حسب زعم القائل. لكن نعود للبيت.
فهم يقولون إن الغول عند من يرى أنه